كلمات بنت وايل حصة العنزي، أداء صوت وايل الهاجس. صرخت صرخة أنتخي وايل الحين، يمكن يفز كليب ويذود عنا، ويمكن يقوم الزير من قبرها الحين وياخذ بحقي ويرفع الظلم عنا. صرنا بدون وعيرون المجانين، قد قالها الجاسر نزور وطننا، قد قالها الجاسر نزور وطننا. One.
النساء يا صرخ النا بزو كبار وصغار ما انت مردين يمكن ما لكنا يوصل علمي عنا يمكن ما لكنا يوصل علمي عنا ويحل وضع الله سنين وسنين ومعاملات بالمكاتب طولنا بسم الله الرحمن الرحيم. أختي أبشري أبشري بعزة الرسالة اللي وصلت لنا، والله إنها حركت وجيشت المشاعر باتجاه ما سمعناه، وحسسنا حقيقة بالذل أمام أنفسنا وأمام أبنائنا وبناتنا. فنقول لك أبشري بالعز، وإن شاء الله أن نحقق أمانيت وأماني كل صواتنا بإذن الله. فأخواني شيوخ قبيلة عنزة ومعرفينها، أرجو أن نجتمع في أقرب وقت ممكن لتحديد المسار الصحيح ضمن الأطر القانونية وما يكفلها لنا القانون والشرع، ومن خلالها إن شاء الله سنتخذ الإجراءات المناسبة التي ترضي كل أبناءنا بإذن الله وولاة أمرنا. سنصل ونقرع الأبواب، وإن شاء الله أبواب مفتوحة لنا، وسننقل معاناتك ومعاناة أبنائنا ونضعها بين أيديهم في الأمان والخير.